احلى دانت يا جماعة، مع شوية لبن وشوية كاكاو، سريع وفي ثانية عملتيه. ويلا اعمليه لولادك في الساقعة دي، شوكولاتة حلوة مفيدة للكبار والصغيرين في الساقعة دي. ويا رب يكون الدانت عجبكم، وخشوا الفيديو وشوفوه لاخره. وما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش تعملوا له لايك والشير وتفعلوا له زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناة أشا وألذ المأكولات. معايا أنا عمر. السلام عليكم. ده بس عشان يجي معاه كل دول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مشروب الشوكولاتة او هنعمل الدانت. معانا المقادير اهيت قدامنا. طبعا انا هعمله من مشروب الشوكولاتة اللي هو الكاكاو. بيبقى حلو جدا وطعمه احلى من ما نعمله من كاكاو سادة، تمام، اللي هو الكاكاو الخام يعني من غير سكر. لكن مشروب الشوكولاتة ده طعمه حلو جدا، وانا جربته مرة فما لقيته عجبني قلت لازم اعمل لكم منه. دلوقتي انا معايا مشروب الشوكولاتة ده، انا مفضياه هنا اهوت، ومعايا نشا، معايا سكر، معايا شوكولاتة مبشورة اهي، معايا هنا مكعب زبدة. تقلقوش، هو مكعب زبدة يعني كويس، بيخلي القوام كريمي وبيخليه ناعم وحلو. ومعايا هنا اللبن، كل كيلو لبن يعني مثلا هتعملي نص كيلو لبن هتحطي له معلقتين من مشروب الشوكولاتة عشان يبقى كويس. حسيتي اللون فاتح معاكي حطي كمان نص معلقة بس عشان ما يبقاش تقيل. دلوقتي انا معايا كيلو لبن، هحط له 4 معالق مشروب شوكولاتة، كل ده على البارد. اربع معالق، ولو احتجت تاني هحط برضو معاكم. تمام، السكر بقى ده حسب ما انت عايزة، يعني حسب الطعم اللي انت عايزاه، عايزاه مسكر، عايزاه مظبوط، عايزاه دلع، بس الاحسن في الحاجة زي دي يبقى مظبوط الطعم المظبوط. هنا عشان نحط له السكر يعني كيلو اللبن ده هنحط له حوالي 4 معالق سكر، مليانين كده كبار. نحط السكر كمان، دي 4 معالق. عشان يبقى ايه السكر بتاعه مظبوط شويه. وبعدين دوقي، حسيت ان هو عايز سكر برضو حطيله. يبقى متوسط كده وحلو. بس هندوب دول مع بعض. يلا نحط النشا كمان بالمره، عايزين النشا بتاعه خفيف ما يبقاش تقيل. تمام، الكيلو اللبن ده هنحط له معلقتين نشا، كمان معلقة. تمام، هندوب مع بعض. ده كل اللبن بيبقى زاهي. الزبدة والشوكولاتة الخام دي هيتحطوا في الآخر مش دلوقتي. دلوقتي هنقلب كله على البارد زي ما قلت لكم. وأهم حاجة كنت هنساه، هو أهم حاجة هنا ذرة ملح. أهم حاجة إيه؟ ذرة ملح. ما تخافوش يا جماعة، ذرة الملح مش هتأثر في حاجة، بل بالعكس هتخلي الطعم يظهر. اي حلويات بتعمليها حطي فيها ذرة ملح، يا دوبك كده ما بين ايديا، بس حاجة بسيطة مش كتير. خلاص كده كل حاجة دابت مع بعضها اهي. هنرفعه كده دلوقتي على النار ونقلب برضو عشان ما يكلكعش منك ويعمل تكتلات. طول ما هو على النار انت عماله تقلبي فيه. تمام، هنرفعه دلوقتي على النار. كده فتحنا عليه النار اهو، وهنتنينا نقلب فيه لحد ما القوام بتاعه يتقل شويه. اول ما يجي يتقل كده هرجع لكم تاني عشان نحط مع بعض الشوكولاته الخام ومكعب الزبده، وبرضو في الوقت ده تدوقيه عشان تعرفي السكر اللي انت عايزاه. الطعم ده كده مظبوط، كده دلع، كده
يعني تبقي عارفة تظبطي السكر بتاعك زي ما انت عايزة. كده على النار اهوت بدأ يتقل معايا اهو، بس برضو القوام ده مش هو اللي انا عايزاه، القوام ده برضو بالنسبة لي خفيف شوية. تمام، فانا هحاول بس حطيت له ربع معلقة نشا اهو معاكم اهو، وهحطهم. تمام كده هيبتدي يربط معايا كمان اهو شوية، واحط مكعب الزبدة بس كده، هقلب. مكعب الزبدة ده مش هيعمل اي حاجة، هو يخليلك القوام كريمي وما يعملش وش للدانت، ما يعملش طبقة قشرة كده. تمام كده خلاص اهوت القوام تقل معايا والزبدة ساحت. دلوقتي اللي عليه الدور الشوكولاتة، حط كده الشوكولاتة وادود. في الوقت ده هطفي النار، هي الشوكولاتة هتسيح على سخونية الدانت اللي انا عملته، بيزود بقى لمعان ازاي، بيبقى شكله حلو قوي ساعة ما حطينا الشوكولاتة. اللي في الكاميرا برضو مش باين، مش واضح قوي، بس ما شاء الله جميل اهو. كده خلاص الشوكولاتة كلها ساحت. كده خلاص نصب بقى في الكوبايات او في الكاسات زي ما انت عايزة تحطي. بسم الله. دول استنى قد كده صبينا مع بعض اهوت مشروب الشوكولاتة الدانت. الشكل في الكاميرا برضو مش زي ما الناس ماسكاه كده، جميل حلو جدا طعمه احلى. ناعم جدا وطعمه حلو قوي، والسكر بتاعه بالنسبة لي كده مظبوط جدا جدا جدا، والله مش محتاج اي حاجة خالص، وهو ده الطعم الطبيعي ليه، ان هو يبقى سكره خفيف كده ومظبوط. تمام يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش للفيديو اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناة اشهى والذ المأكولات.